بعد أكثر من 3 سنوات من عودته إلى حضن الوطن، ما زال مشهد الخراب والدمار العنوان الأبرز في الموصل. مواطنوها ودورها وأحياؤها القديمة ومبانيها الحكومية ما زالت تستغيث وتنتظر من يعيد الحياة إليها من جديد، لتنهي قصة الخراب الموجع الذي أصاب القلوب قبل العقول. أهلا بكم في برنامج لو كنت مسؤولا. الدكتور ابراهيم مديب الشلبي التدريسي في كليه اداره اقتصاد جامعه الموصل، اهلا وسهلا بك في أهل. برنامج لو كنت مسؤولا. دكتور اسمح لي، عندنا ريبورتاج نشوفه سويا بعدها نرجع نكمل لقاءنا. هذا كلام فاصل قصير ثم نعود. تعاني مدينة الموصل من دمار العديد من الدوائر الحكومية على غرار مقر المحافظة بمنطقة الدواسة ومبنى مديرية توزيع كهرباء نينوى في باب لقش ومبنى غرفة تجارة الموصل، من دمار جعل من هذه الدوائر عائقا على تقديم الخدمات للأهالي، إضافة إلى عدم استثمارها في أغراض أخرى أو تحويلها إلى دوائر تقدم الخدمات إلى المواطنين، علاوة على ما يمثله تواصل دمارها من تأخر الحياة بالجانب الأيمن عامة والموصل القديمة خاصة. تمام، الدولة باشرت بالبنى التحتية الأساسية اللي هي مادة الماء والكهرب والشوارع، بس أكو شغلات، أكو دوائر دولة استراتيجية بالنسبة للهذه، يعني مثلا المحافظة، مثلا البلدية، عديد الطابو، عديد من الدوائر الدولة اللي تعيد حيوية هذه المدينة، هذا الساحل الأيمن اللي المنكوب اللي صار سنوات يعانون منه. والله نقول للمسؤولين بالدولة خلي عينهم شوية على المدينة، المدينة ضررت خاصة هذا الجانب، يعني فقد مرة ضرر من العمليات ومن الأحداث ومن تأثيره كلها على المواطن وعلى الشباب أغلبهم، يعني النظر بالمدينة وبالخدمات اللي موجودة بالمدينة بخافة الخدمات، يعني الماء الكهرباء. مناشدات لم تجد طريقة إلى التحقيق إلى حد الآن، مما يجعل مقومات الحياة لا تزال منعدمة بالجانب الأيمن والموصل القديمة إلى الآن. في مقابل ذلك، فإن الحكومة المركزية والمحلية بعدد من المحافظات تبذل جهودا مضاعفة من أجل إعادة بناء الدوائر الحكومية المدمرة بها. ففي محافظة الأنبار تم إنجاز مشروع هدم وإعادة بناء بناية كهرباء هيت مع ورشة الصيانة بعد إكمال أغلب الأعمال المتعلقة بالورشة بدعم من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة، إضافة إلى قرب الانتهاء من إعمار مديرية ناحية الصقلاوية بالمحافظة بعد إكمال أغلب الأعمال المدنية للمشروع ووصول نسبة الإنجاز فوق 85%، فضلا عن هدم وإعادة بناء المجمع الحكومي لناحية الرمانة بقضاء القائم، مع استمرار الأعمال المدنية للمشروع وملحقاته بدعم من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة، كما تم إعادة إعمار الكثير من المباني الحكومية الأخرى بالمحافظة. أما في محافظة صلاح الدين فقد قام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة بإنهاء الأشغال بكل من مشروع هدم وإعادة بناء بلدية الصينية ومشروع هدم وإعادة بناء بناية ناحية الصينية ومشروع هدم وإعادة بناء مركز صحي بيجث ب3 طوابق ومشروع هدم وإعادة بناء مركز شرطة المحطة في قضاء بلد ومشروع هدم وإعادة بناء بناية مركز ماء يثرب، إضافة إلى إعادة بناء دار القضاء في الضلوعية حيث بلغت نسبة الإنجاز الحالية بحدود 30%، كما تم إعادة إعمار الكثير من المباني الحكومية الأخرى بالمحافظة. في مقابل ذلك، فإن الكثير من الدوائر الحكومية بالموصل لا تزال مدمرة من دون أن تمتد إليها يد الإعمار. إعمار لو تم كان سيمثل دافعا كبيرا لتقريب الخدمات للأهالي ولإعادة الحياة بالجانب الأيمن وللمدينة القديمة.
مشاهدي الكرام اهلا بكم من جديد. دكتور ابراهيم نرحب بك مره اخرى في برنامج لو كنت مسؤولا. يعني احنا حاليا امام مبنى محافظه نينوى، هذا المبنى قديم يعني لسنوات طويله وعقود طويله موجود هذا المبنى في هذا المكان، لكن بالتاكيد هناك صار توسيع كثير وحاليا يعني كما تراه مدمر بالكامل وبحاجه الى اعاده اعمار. يعني يا حبذا ان تعطي المشاهد الكريم نبذة عن هذا المبنى، متى تأسس، ماذا كان يضم الأقسام؟ تفضل. حقيقة مبنى محافظة نينوى صار عشرات السنين يقدم خدماته لهذه المدينة. مبنى كان عبارة عن خلية نحل من الموظفين ومن المراجعين، ليس من داخل مدينة الموصل بل من جميع أنحاء محافظة نينوى. هذا مركز محافظة نينوى، وهذه المنطقة هي مركز المدينة وقلب الموصل النابض. كان يعج بالمراجعين وبال يعني مختلف الطلبات والخدمات كانت تأتي هنا، منها ما هو استثماري، أشخاص يريدون أن يقومون بأنشطة وموافقات استثمارية وإنتاجية في هذه المدينة، ومنها قضايا إنسانية. حقيقة مختلف مشاكل المدينة ومختلف قضايا المدينة تجدها هنا تنتهي إلى هذا المبنى. هذا المبنى فعلا هو يمثل ذاكرة الموصل بمشاكلها بمنجزاتها، فله تاريخ هذا المبنى مع أهالي الموصل ومع محافظة نينوى. فعلا كان هذا المبنى هو مركز المحافظة ومركز المجتمع في هذه المدينة. دكتور العفو عذرا نقاطعك، كان يعني يضم الكثير من الأقسام، تمام، يعني الهندسية الخدمية، كان يعني يراجع الكثير كل حسب مشكلته أو ما يريد أن يقدم له هذا المبنى وما يضم الأقسام من خدمات. طبعا هناك كثير من الأقسام ومختلفة الأقسام ومتعددة بتعدد حاجات أهل المدينة. هناك أقسام إدارية، هناك أقسام لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية، كان عشرات الناس يراجعون هذا المبنى. هناك أقسام لحقوق الإنسان، وهناك أقسام إعلامية، ويعني أكيد الأقسام الإدارية المختلفة اللي تخص إدارة المحافظة، هناك أقسام لشؤون الناس ولشؤون المواطنين التي يعني يراجعونها، وهناك أقسام إدارية تخص إصدار القرارات والتعليمات وتنفيذ التوجيهات داخل المحافظة، وهناك أقسام نسميها أقسام ترتبط مع المجتمع، الإعلام، قسم منظمات المجتمع المدني، أقسام الشؤون القانونية، أقسام الشؤون الهندسية، في تماس مع الناس. طبعا كل ما تحتاجه المدينة، كل ما تحتاجه إدارة محافظة بحجم الموصل وبنفوس الموصل، محافظة نينوى الذي يزيد على 3 ملايين، تجده هنا. كل القضايا تنتهي هنا، قضايا اقتصادية، قضايا تجارية، قضايا التربية والتعليم، قضايا الصحة، قضايا الكهرباء، قضايا الماء، كلها تنتهي إلى هذا المبنى، لأن هنا في الأخير يصنع القرار وتدار هذه المدينة بهذا الحجم وبهذه المساحة وبهذا الكثافة السكانية، تدار من هنا. دكتور يعني هذا المبنى مدمر الآن، برأيك لماذا لم يتم إعماره لحد الآن؟ ما هي الأسباب؟ يعني هذا المبنى حقيقة تم نقله قبل الأحداث في فترة وجيزة إلى الجانب الأيسر، لكن يبقى لهذا المبنى رمزية لأهل محافظة نينوى ولأهل الموصل خاصة، لأن هذه المنطقة هي مركز محافظة نينوى ومركز الموصل، وهنا الكثافة السكانية وهنا النشاط التجاري. يعني إهماله وتركه يأتي في سياق إهمال وترك المدينة القديمة للأسف الشديد. يعني إحنا هذه المدينة القديمة يعني لها ذكريات، لها تاريخ، تاريخ عريق يعود إلى آلاف السنين. هذه مدينة الموصل مدينة قديمة، مدينة تاريخية، لا يمكن أن يتم تجاهلها بهذا الشكل. وهذه المنطقة تحديداً والمدينة القديمة فيها أبنية تراثية، مراكز قديمة. يعني مدينة الموصل مدينة عالمية مذكورة في التوراة ومذكورة في الإنجيل، والعالم كله سامع بهذه المدينة وبهذه المحافظة ويهتم بها، وهي لها موقع استراتيجي على الخارطة. فإهماله وتجاهله يعني حقيقة لا يعكس مستوى الثقافي والحضاري لمحافظة نينوى، وإهماله حقيقة يعني قضية مؤسفة. يجب الاهتمام بهذه البقعة المهمة تاريخيا والمهمة بذكرياتها، يعني المهمة بأحداثها. طبعا ذاكرة مدينة ولها تاريخ ربما يمتد إلى أكثر مئات السنين وربما أكثر آلاف السنين. هذه البقعة التاريخية مهمة جدا ولا يجب أن تترك هكذا أنقاض. هذا حقيقة أنا أشعر فيه يعني نوع من
يعني إهانة لهذه المدينة ولهذه الرمزية اللي تشكلها هذه المنطقة تحديدا. طيب دكتور، يعني ألا يمكن الاستفادة من هذا المبنى أو هذه الأرض لأن تكون مثلا دائرة للتقاعد للمتقاعدين، دائرة للرعاية الاجتماعية، أو دائرة خدمية تقدم خدماتها لأبناء المدينة خاصة لكبار السن بدلا من أن يذهب للجانب الأيسر، يعني حتى لكي تعود المدينة ويعود نبضها في جانبها الأيمن؟ والله هي هناك كثير من المجالات التي تستثمر فيها هذه المدينة، هذه المنطقة تحديدا وهذا المبنى. لا نستطيع أن نقول أن نعيد بناء هذا المبنى ونعيده إلى واقع، لكن أنا أجد أن هذه المكان هي مكان تاريخية وربما تعاد على شكل منتديات ثقافية في هذه المدينة، تجمع المثقفين وتجمع العلماء وتجمع المؤرخين ويعاد صياغة كتابة. يعني تقصد يكون مركز ثقافي؟ مركز ثقافي في هذه المنطقة القديمة، في هذه المنطقة الأثرية، في هذه المنطقة الحضارية. طيب لماذا لا يستفاد منها كمتحف؟ طبعا المركز الثقافي سيكون فيه متحف، سيكون فيه مكتبة، سيكون فيه قاعة لإلقاء المحاضرات، وتجمع المثقفين، تجمع الأدباء، تجمع الشعراء. هذه المنطقة حقيقة المنطقة تلهم، تلهم المبدعين وتلهم المثقفين. فأنا أقترح أن تكون مبنى ثقافي لهذه المدينة حتى نحافظ على رمزيتها ونحافظ على مركزيتها الثقافية. ربما الدوائر الإدارية انتقلت إلى جانب آخر لأسباب تكون هندسية، لأسباب تقليل الضغط والكثافة السكانية عن هذه المنطقة، لكن يجب أن تبقى مركزا ثقافيا وحضاريا هذه المدينة القديمة. فربما أنا أشوف أفضل شيء أن يعاد بناء مركز ثقافي ومتحف ومكتبة وقاعة لإلقاء المحاضرات في هذا المبنى القديم. هذا يليق بهذه المنطقة ويليق بتراثها ويليق بالتاريخ الموجود في هذه المنطقة. طيب دكتور، حتى يعني عمارة التأمين اللي يعني أهل الموصل بالدارج يقولون أورزدي باق القديمة، يعني أيضا تدمرت ويعني حاليا غير موجودة، وهذا أيضا من ذاكرة الموصليين، يعني يعرفون منطقة الأورزدي، عمارة التأمين، يعني بها ذكريات حلوة مع الناس، أيضا أزيلت وانتهى تاريخها للأسف. طبعا الموصل هي منطقة تجارية ومنطقة اقتصادية، وهذه المؤسسات الاقتصادية كانت مهمة بالنسبة لمدينة الموصل، وكان لها تأثير ودور في إنعاش الحركة التجارية وإنعاش الحركة الاقتصادية. فدوائر التأمين اللي نحن اليوم نفتقر إلى موضوع التأمين، التأمين يعني في السابق كنا أفضل، اليوم الناس تعاني من غياب مؤسسات التأمين، التأمين على الحوادث، التأمين على الصحة، ويضطر المواطن أن يدفع مبالغ كبيرة عندما يتعرض لأي خسارة اقتصادية. هذه المؤسسات كانت توفر نوع من الدعم الاجتماعي والتعاوني بين أفراد المجتمع، وتخفف كثيرا من الإصابات ومن الكوارث التي قد يتعرض لها الفرد. فبالتالي يعني هو تدميره كان فعلا تدمير لموضوع التأمين، لفكرة التعاون الاجتماعي الذي كان يسود في هذه المدينة المعروفة بترابطها وبتعاون أبنائها وبتكاتفهم في المحن والأزمات. فيفضل أن يعاد وظيفة هذه المؤسسة ويعاد إعمار هذه المؤسسة كرمز لإعادة التعاون والتكافل والتضامن الاجتماعي والاقتصادي بين أبناء هذه المدينة. طيب دكتور، لماذا برأيك استهدف هذا المبنى؟ ما هي الأسباب؟ حقيقة يعني استهداف المراكز التاريخية واستهداف المراكز المهمة في هذه المدينة يعني كان هدف ربما لهذه الأعمال، هدف من قبل العصابات الإجرامية، وهدف ربما لجهات أخرى لثني هذه المدينة عن عزمها في النهوض وفي التنمية وفي الدفاع عن البلد. مدينة الموصل مدينة وطنية عريقة لها مواقفها المشهودة، ووقفت في وجه كثير من الموجات الغزو وكثير من الأعداء الذين كانوا يستهدفون العراق ويستهدفون البلد. فكان استهداف لهذه الرمزية للمبنى المحافظة لكثير من المناطق وكثير من الأبنية التي ترمز لصمود أهل المدينة في وجه الطامعين وفي وجه الغزاة للأسف الشديد. يعني ذكرت حضرتك في معرض حديثك أنه هذه المبنى المحافظة يمثل رمزية كبيرة لأبناء المدينة، لأنه مركز قرار، مركز يحل مشاكل الناس، ممكن أنه يقدم خدمات كبيرة يعني لأهل المحافظة. لكن للأسف بعد هذا التدمير يعني ضاعت الكثير من الملامح، ضاعت الكثير من هذه الرمزية للأسف. هو للأسف هو أكو استهداف لموضوع وحدة القرار. هذه المدينة تدار من خلال توحيد
مراكز صناعة القرار، فهنا كان مركز صناعة القرار في الموصل، فكأنما استهدافه هو نوع من أنواع تشتيت أهالي المدينة وتمزيقهم وتفكيكهم. فالمدينة تستهدف عندما يتم تفكيكها وضرب مراكز صنع القرار فيها، وبالتالي تتفرخ وتتشتت وتتعدد مراكز صنع القرار، ما يؤدي إلى سهولة اختراقها وسهولة يعني رسم سياسات أخرى قد لا تناسب أهالي المدينة وقد لا تخدم مصالح هذه المدينة، قد تخدم مصالح أخرى. فاستهدافه واستهداف لمراكز صنع القرار ولوحدة قرار هذه المدينة. طيب دكتور، متى برأيك تكون عندنا دوائر كما هو موجود في دول الجوار على الأقل دول العالم؟ يعني لا زالت دوائرنا متعبة، تصاميمها تختلف عن باقي، يعني تأكيد أنت زرت دول العالم وشفت وطلع. يعني نتمنى أنه تكون عندنا دوائر بمواصفات خاصة بتقنية عالية حتى تقدم خدمات أكبر للمواطن الكل. طبعا هذا الهدف ليس ببعيد وليس صعب المنال، تحتاج إلى رأي عام، تحتاج إلى تكاتف أهل المدينة، تحتاج إلى مطالبة من قبل أهل المدينة، من قبل المثقفين في تحسين الواقع الخدمي بشكل عام، في تحسين دوائر الدولة التي يراجعها آلاف المواطنين يوميا. جزء من الحل في هذا المجال هو تكوين مجموعات ضغط من قبل المثقفين، من قبل الأكاديميين، وبالتالي الاهتمام بهذه المؤسسات التي تجمع النخب سوف يسهل تنمية هذه المدينة وإعمارها من خلال جمع رأي أهل المدينة وجمع صوتهم في منتديات تصدر يعني بقرارات تمثل أهالي المدينة. اليوم يعني أن تجمع أهالي المدينة على مؤسسة إدارية ربما عملية صعبة، لكن المثقفين والنخب ممكن أن يشكلون ضغط ويمكن أن يشكلون رأي عام يمثل أهالي الموصل. دكتور لو كنت مسؤولا، نعم، يعني بالتأكيد لديك حلول لإعادة هذا المبنى وفق ما تراه مناسبا ويقدم خدمة كبيرة لأبناء المحافظة، أبناء مدينة الموصل في كافة الشرائح. طبعا دور الحكومة المحلية اليوم هو في تنشيط النهضة الاقتصادية، في تنشيط التنمية الاقتصادية، في تنشيط القطاع الخاص. هذا القطاع الخاص سواء قطاع تجاري أو صناعي أو زراعي حقيقة سوف ينشط عملية النمو الاقتصادي، سوف يوفر فرص عمل لأهالي المدينة، وسيشكل مورد أيضا لإعادة إعمار هذه الدوائر الرسمية، لأن هذه القطاعات يعني ممكن أن تزود ميزانية الحكومة بالضرائب، بالرسوم التي تشغيل أيادي عاملة، طبعا الرسوم التي يدفعونها لإنجاز معاملاتهم، كل هذه تشكل مورد يمكن الاستفادة منه في إعمار المرافق الخدمية لهذه المدينة. هناك كثير من الحلول وهناك كثير من الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها إعادة إعمار هذه البنى المدمرة، لكن تحتاج إلى تضافر الإداريين وتضافر أبناء المدينة ووحدة في صناعة القرار حتى يتم اتخاذ هذه القرارات وترتيب عملية تمويلها وإعادة إعمارها. دكتور اسمح لي بفاصل حتى نكمل حديثنا عن واقع المباني الحكومية المدمرة والتي بالتأكيد يعني عندما يراها المواطن يتأثر كثيرا ويستذكر ذكريات جميلة مع هذه الأماكن التي في يوم ما دخلها وقدمت له خدمة ولغيره من المواطنين الكرام. أستأذنك بفاصل ثم ننتقل انتقالة ثانية إلى دائرة توزيع كهرباء هنا ونتحدث أيضا عن هذا الدمار الموجود في هذه الدائرة. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود. Thank you.
الكرام، اهلا بكم من جديد دكتور ابراهيم، رحب بك مره ثانيه. وهذه انتقاله اخرى الى مديريه توزيع كهرباء نينوى، هذه مديريه عامه وايضا تضررت كثيرا يعني اثناء الحرب. فيعني يا حبذا ان تطلع المشاهد الكريم على سنه التاسيس، متى يعني تم تاسيس هذه او انشاء هذه البنايات فقط؟ طبعا هذه البنايه قديمه، صار لها اكثر من عقدين من الزمن تقدم خدماتها لمحافظة نينوى ولمدينة الموصل، وتزود الكهرباء للمؤسسات الخدمية التربوية للمعامل للمحلات التجارية. الكهرباء هي طبعا عصب الحياة الاقتصادية وعصب الحياة الخدمية في المدينة، فهنا يعني كان موضوع توزيع الكهرباء يتم في هذه المؤسسة التي كانت مسؤولة عن يعني قضية توزيع الكهرباء اللي كنا نعاني من شحتها لفترات طويلة. احنا من بداية التسعينات ولحد اليوم نعاني من موضوع الكهرباء، وبالتالي عملية توزيع الكهرباء ليست عملية بالسهلة، وعملية تأمين الكمية التي ربما تكفي للمحافظة لا تكفي تسد الأساسيات عملية ليست بالسهلة، وبالتالي هنا كان يواجهون كل الصعوبات والتحديات ويتلقون اللوم على قطاع الكهرباء. ويعني رجال الكهرباء ورجال يعني دائرة الكهرباء من أكثر الناس يعني خدمة للمجتمع، وربما في المقابل يتحملون لوم الناس وكأنما هم المسؤولين عن تزويد المحافظة بالكهرباء، لكن حقيقة كانوا يتفانون في تقديم الخدمة وفي تقديم الصيانات في عندما تحدث أي يعني خلل في شبكة الكهرباء في محافظة نينوى. وهذه كانت يعني المديرية إضافة أنه كانت تضم أقسام مهمة يعني صيانة طبعا كل ما يتعلق بتأمين الكهرباء للمدينة من صيانة مهندسين يعني كبار حريصين يعملون بي 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 مهندسين أكفاء كانوا، وفعلا أداروا أزمة الكهرباء لفترة طويلة من الزمن. يعني لا زال المبنى رغم يعني أكثر من 3 سنوات على تحرير المدينة، لكن لا زالت هذه البناية يعني مدمرة ولا تصلح أن يعني ممكن أنه يسكن بها يعني موظفو دائرة ويقدموا خدماتهم للناس. لماذا تأخر هذا برأيك؟ حقيقة يعني الموضوع مهم وبدأ يؤثر على موضوع الكهرباء. اليوم محافظة نينوى تعاني من أزمة في الكهرباء ربما متفاقمة، خاصة في هذه الأيام أصبحت الكهرباء شيء نادر جدا، واستغلوا رجال يعني تم استغلال هذه الأزمة من قبل بعض يعني التجار الذين يستغلون الأزمات. واليوم يعني سعر الأمبير في القطاع الخاص مرتفع جدا، وبدأ يعني يثقل كاهل المواطن والمواطن الفقير بالذات. أكيد المواطن الفقير بالذات. يعني قضية الإسراء بتعمير هذه المؤسسات الخدمية مهم وضروري لتخفيف من معاناة الناس، يعني تخفيف من التكاليف التي يتحملونها. يعني الطالب لا يستطيع أن يدرس، المريض، المستشفيات التي تعج بالمرضى كلها تعاني من أزمة الكهرباء، وتأخير إعمار هذه المؤسسات حقيقة يعني مزيد من المعاناة لأهالي المدينة المنكوبة. طيب دكتور، يعني هذه البناية ممكن أنه تعاد أم تقلع من مكانها برأيك؟ حقيقة يعني توفير مؤسسات تليق بمحافظة نينوى لتوفير خدمة أساسية وضرورية مثل الكهرباء مهمة جدا. قد لا تكون هذه البناية يعني في وضعها الحالي تصلح لأداء هذه الوظيفة. أتوقع الكهرباء تم نقلها إلى منطقة أخرى ومديرية توزيع لكن ممكن منطقة استفادة منها، لكن هذه ممكن توظيفها في أمور أخرى. إحنا اليوم هناك دراسات مهمة حول بدائل الطاقة الكهربائية، حول ما يعرف بالطاقة المتجددة، يعني طاقة نظيفة. نعم، وفي مدينة الموصل تحديدا هناك اهتمام من قبل الأكاديميين ومن قبل المهتمين والخبراء، وبحاجة المدينة اليوم إلى مركز دراسات لقضية تطوير الطاقة المتجددة، ويتضمن هذا المركز معرض للطاقة المتجددة. هذا يعزز وعي الناس بأهمية هذه الطاقة التي تخلصك كثيرا من الوايرات، من التلوث الذي تسببه المولدات اليوم. فربما هذه المنطقة تصلح أن تكون مركز ثقافي ومركز بحثي لموضوع الطاقة المتجددة والخلايا الشمسية وعمل من دول العالم وعمل نماذج. اليوم الطاقة المتجددة يعني فيها مستويات، ممكن أن تشغل بها أجهزة بسيطة على الطاقة الشمسية، وممكن تشغل معامل على الطاقة الشمسية. فكل هذه المستويات تحتاج إلى توعية الناس،
وعمل معرض لهذه الطاقة المتجددة وتشجيع البحوث وعمل مركز للباحثين خاصة الطلاب يحتاجون مكان لكي يطوروا أبحاثهم في مجال الطاقة المتجددة. فهذه المنطقة في مركز مدينة الموصل أنا أراها مناسبة لمثل هكذا مشروع، مشروع علمي، مشروع اقتصادي، مشروع يعني يخفف من أزمة الكهرباء في مدينة الموصل وفي العراق بشكل عام. فهكا إنشاء مركز بحثي للطاقة المتجددة قد يكون فريد على مستوى القطر وعلى مستوى العراق، وبالتالي ممكن أن يستقطب رؤوس أموال لكي تستثمر في هذا المجال في هذه المدينة، وبالتالي نبدي يعني نحسن من وضع الكهرباء في هذه المدينة بالاستعانة بالطاقة المتجددة وبوسائلها. نعم، المبنى يعني كما ترى مدمر. نعم. لماذا يعني تم الاستهداف؟ أهمية هذا المبنى وما كان يقدم من خدمات لأبناء مدينة الموصل، أبناء محافظة نينوى بالذات. طبعاً هو تم استهداف كل ما يرمز لمركزية هذه المنطقة ولمركزية مدينة الموصل. طبعاً هذا أحد المباني الأساسية الذي كان يقدم خدماته لهذه المدينة، وكان يدير قطاعات، يدير المؤسسات الخدمية والصحية والاقتصادية والتجارية من خلال تزويدها بالكهرباء. فكان مؤسسة مهمة وحيوية بالنسبة لمدينة الموصل، وحقيقة تم استهداف يعني أي جهة وأي مؤسسة كانت حيوية في هذه المدينة تم استهدافها من قبل العصابات الإجرامية، وبالتالي تم شل هذه المنطقة وتم يعني كل ما في الأمر تقليل مركزيتها، وأدى إلى هجرة كثير من الناس والتجار وأصحاب رؤوس الأموال وتركهم لهذه المنطقة، وبالتالي أثر كثيراً على أدائها وعلى مستوى معيشة الناس في هذه المدينة وفي هذه المنطقة تحديدا. بالتأكيد دكتور، يعني هناك رؤية لإدارة الكهرباء في محافظة نينوى، المحافظة، نقابة المهندسين، مكتب الاستشاري بجامعة الموصل، إن تم التعاون مع إدارة الكهرباء بإعادة هذا المبنى، مبنى المحافظة يعني حسب ما يرونه مناسبا لأبناء الموصل بتصاميم حديثة. بالتأكيد التصاميم القديمة أو الأبنية القديمة أصبحت يعني مندثرة وانتهت، يجب أن تكون هناك تصاميم حديثة وفق يعني مواصفات عالمية. طبعاً التصاميم اليوم يجب أن تراعي معايير معينة، أهمها معيار تقديم الخدمة، سهولة تقديم الخدمة للمواطن، سهولة المراجعة. يجب على المواطن أن يعني يجد في هذه المبنى كل التسهيلات التي تؤدي إلى إنجاز معاملته بأقل وقت، فتحتاج إلى مرافق خدمية، إلى مناطق استراحة، تحتاج إلى منافذ عديدة، ليش المراجعين يتراكمون على شباك واحد، تحتاج إلى مؤسسات خارج الدائرة تسهل الإجراءات الإدارية، استنساخات وتوفير يعني تسهل كثير من يعني الخطوات إجراء المعاملة، حتى المواطن يعني ينجز معاملته بأسرع وقت ولا يشعر بالملل والضجر. ويعني احنا نراجع اي مؤسسه حقيقه كل ذاك اليوم احنا نعاني ونشيل يعني نشعر بالاسى الذي يمكن يواجهه عند مراجعه اي دائره حكوميه. يعني التصاميم الحديثه اذا تسمح لي، يعني المواطن يضجر من كثره المراجعات وكثره الروتين والتعقيد ومن طول الوقت والورق، يعني هذا الورق متى ننتهي من كتابنا وكتابكم وهذا التعقيد الموجود في الروتين، عفوا، الموجود في الدوائر والموظف مشغول يكتب، متى يعني يكون لدينا نظام إلكتروني يعني كما هو موجود نظام الحوكمة كما هو موجود في دول العالم؟ يعني المواطن داخل بيته يرسل ما يريد إلى دائرة ما وتنتهي، تصل وتنتهي المعاملة وتعود إليه منتهية بلا مراجعات، وخاصة يعني احنا نعيش ظروف جائحة كورونا وهالمشاكل حتى نقلل من الزخم ونقلل من التقارب بين الناس، إضافة إلى تقليل عن الموظفين، يعني حتى لا يكون هناك ضغط على الموظف عند مراجعة المواطن للشباك. طبعا موضوع الحوكمة الإلكترونية كانت تواجه مشكلة هو قضية تفاعل المواطن مع شبكة الإنترنت، لكن اليوم انتشرت ثقافة الإنترنت، اليوم التعليم أصبح إلكتروني، يعني لا تجد شخص لا يحسن التعامل مع الموبايل مع الحاسبة، وبالتالي هذا سوف يسهل كثيرا من الانتقال إلى موضوع الحوكمة الإلكترونية، ويفترض أن يعني لا تتأخر الدولة في هذا الموضوع، يجب أن يعني يتم اتخاذ خطوات عاجلة وسريعة في التحول إلى الإدارة الإلكترونية التي تسهل إجراء المعاملات والمواطن في بيته، وأيضا يخفف الزخم عن المؤسسة ويخفف الزخم على الموظف،
ويوفر كثير من التكاليف النقل يعني والمواصلات والاستنساخات، كلها يمكن اختصارها واختصار للزمن يعني أكيد ما تراجع أكيد. وسيارات ويسهل على الدولة تقديم خدماتها للمواطنين واستحصال الرسوم المطلوبة. فيجب تطوير الحكومة الإلكترونية سواء فيما يتعلق بتوفير الخدمات أو فيما يتعلق بوسائل الدفع. إحنا لحد الآن نعتمد النقود الورقية، تقريبا هاي النقود بدأت تنقرض في العالم، لكن لحد الآن إحنا في مجتمعاتنا نركز على النقود الورقية، وهذا يعني تكلف المواطن يعني مبالغ كبيرة وتكلف الدولة أيضا تكاليف طباعة النقود وما إلى ذلك. فالانتقال إلى الإدارة الإلكترونية مهمة، ومن ضمن الإدارة الإلكترونية هي إدارة الخدمات ودفع فواتير الكهرباء، وهذا أيضا سيكون مورد للدولة، لأن المواطن يجب أن يراجع الدائرة حتى يدفع أجور الكهرباء، هذه انتهت في الخارج، عندك رصيد ويتم استقطاعه بشكل مباشر عن طريق الفيزا كارت. عن طريق الفيزا كارت. طيب دكتور، لو كنت مسؤولا كيف ست يعني تعجل بإعادة إعمار هذه البناية المهمة التي كانت تقدم خدمات أهل الناس، ممكن الاستفادة منها يعني بعد استشارة الخبراء، استشارة من هم من ذوي الخبرة في استفادة منها كمراكز بحثية مثل ما قلت حضرتك للطاقة البديلة، ممكن أنه طلبة الجامعة الدراسات العليا يستفيدون من هذه البناية لتطوير. طبعا هناك شركات خاصة الشركات التي بدأت تهتم بموضوع الطاقة البديلة وتسوق لها في مدينة الموصل. مدينة الموصل ربما من المدن التي يمكن أن تنجح فيها الاستثمارات في مجال الطاقة البديلة، لأنها تعاني خاصة في هذه الأشهر الأخيرة، مبالغ الكهرباء الخاصة مرتفعة جدا، وبالتالي ربما من الأكثر يعني من المجدي بالنسبة لأي إنسان يعني حالته المادية متوسطة أو جيدة أن يعني ينصب له في البيت ألواح شمسية ويستغني عن الطاقة الشمسية النظيفة ويستغني عن المولدات الخاصة، ويوفر لنفسه أيضا مبلغ جيد وكهرباء مستقرة. فكثير من الشركات مستعدة أن تستثمر في عمل يعني مركز بحثي وفي عمل معرض للطاقة البديلة والمتجددة حتى تسوق لمنتجاتها يعني داخل هذه المحافظة وداخل المدينة وعلى مستوى البلد بشكل عام. ممكن أن إذا استغلينا الفرصة وأنشأنا هذا المركز سيكون مركز على مستوى العراق بشكل عام، لأن على مستوى العراق لا توجد مثل هكذا مراكز بحثية. أدخل البناية حتى نشوف حجم الدمار، يعني عندنا عوائق كثيرة أمام المستثمر. نعم. يعني المستثمر يقول أنتم بيئة طاردة، ليش لستم بيئة جاذبة؟ نعم. يعني متى نكون بيئة جاذبة ونستثمر المستثمرين، عذرا يعني نستقدم المستثمرين ونقدمهم وممكن ان يتعاونوا معنا في يعني انقاذ المدينه من كثير من المشاكل وتعود يعني واجهه. طبعا الاستثمار اليوم اصبح يعني حاجه ملحه، لا سيما بعد انخفاض اسعار النفط وحاجه البلد الى القطاع الخاص، لان اليوم يعني ما ممكن ان نظل نعتمد على الوظائف الحكوميه، لابد ان ننتقل الى موضوع القطاع الخاص في اداره كثير من المرافق الحيوية حتى الكهرباء والماء. يعني كان ظهير قوي للقطاع الخاص للقطاع العام. أكيد. فالمستثمر حقيقة يحتاج إلى أن يطمئن على عوائده، على استثماراته، على رأس ماله. عندما يطمئن فهذا سوف يشجعه للاستثمار، كما يحتاج إلى يعني خدمات أساسية، يعني يحتاج إلى مصارف حتى سهولة الحصول على القروض وسهولة الاستثمار، يحتاج إلى بنى تحتية، يحتاج إلى يعني كثير من المرافق الخدمية التي توفر له التكاليف. يعني ما معقول المستثمر يستخدم أجهزة ومعدات من الخارج، يجب أن تتوفر يعني هذه في الداخل، بحيث يعني إنجاز المهمات وإنجاز الاستثمارات وبناء المشاريع يكون يعني بتكاليف قليلة وبكفاءة عالية. دكتور استأذنك بفاصل، بعدها نأخذ جولة قصيرة حتى نشوف حجم الدمار في هذه الدائرة المهمة اللي كانت تقدم خدماتها للناس. شاهد الكرام فاصل قصير ثم نعود.
كذا كرام. أهلا بكم من جديد دكتور إبراهيم، رحب بك في الانتقالة الثالثة أمام غرفة تجارة الموصل، وأيضا هذا المبنى كان يضم غرفة زراعة الموصل. تمام. يعني الاقتصاد اختصاصك، وأنت يعني اليوم خير من يحدثنا عن يعني تاريخ تأسيس غرفة تجارة الموصل في هذا المبنى. طبعا غرفة التجارة وغرفة الزراعة هذه مؤسسات نسميها شبه حكومية. نعم. هي وسيط بين هذه القطاعات المهمة، التجارة بمختلف أشكالها وتصنيفاتها، وبين الحكومة وبين المنظمات الأخرى اللي تحب تتعامل مع هذا القطاع. فهي كانت تؤدي دور مهم من ناحية جمع معلومات عن السوق. هذه المعلومات مفيدة للباحثين، مفيدة للمستثمرين، كانت مصدر علاقات. وبدأت يعني هذه تقدم خدمات للتجار. طبعا بدأت تنشط يعني على صعيد ليس محلي فقط بس على صعيد دولي. فغرفة تجارة يعني الموصل معروفة يعني كمدينة تجارية على مستوى العراق لأنها منفذ حدودي، وتجارة الجملة كانت هنا موجودة. فكان دور هذه الغرفة مهم وحيوي، ودوره ليس على مستوى يعني محلي بل على مستوى يعني القطر بشكل عام وعلى مستوى دولي أيضا، لها علاقات مع الخارج مع التجار الذين يتبادلون السلع مع العراق. فكان دوره مركزي ومهم ونقطة تواصل مهمة بين التجار المدينة وبين البيئة الخارجية سواء على مستوى العراق أو على مستوى دول الجوار. يعني نظرا لأهميتها تشوف كل محافظة من محافظات. نعم. العراق وغرفة تجارة، إذا يعني غرفة تجارة مركز مهم للقاء التجار، لقاء يعني. نعم. مع الشخصيات الموجودة كرئيس غرفة التجارة، الأعضاء يعني يتداولون ما موجود بالسوق. نعم. أسعار الدولار يعني هذه هو ليس مجرد منتدى بل هي مركز معلومات، يعني هي قد أكثر من يستطيع أن يتواصل مع التجار، وبالتالي المؤسسات الأخرى تأتي مباشرة إلى غرفة التجارة لتسهل عملية التواصل مع التجار سواء لمعرفة شؤونهم الخاصة أو لتقديم دعم لهم أو لتسجيلهم رسمياً. فغرفة التجارة مهمة وحيوية وأساسية بين الحكومة في تحسين الواقع الاقتصادي والواقع التجاري لهذه المدينة. وحقيقة نشاط هذه المؤسسة من خلال علاقاتها مع الداخل وقوتها من خلال مدى ارتباطها بالمشاريع التجارية الموجودة، لكن عندما تضعف هذه العلاقات تضعف هذه المؤسسة. فمؤسسة غرفة تجارة نينوى كانت من المؤسسات النشطة في هذه المدينة، وكان لها يعني علاقات واسعة ممتدة على مستوى الأنشطة التجارية في مدينة الموصل وعلى مستوى يعني البيئة الخارجية على يعني على مستوى البلد وعلى مستوى يعني الدول الجوار. فكان يعني دوره مهم وحيوي. ماذا كانت تضم من أقسام يعني تقدم خدمات هذه الأقسام للتجار للمراجعين؟ طبعا ابتداء تقوم بتسجيل المنشآت التجارية وتصنفها، هناك يعني حسب رأس مال المنشأة وحسب يعني المرافق والأبنية لكل شركة مثلا، يعني شركات تسجل هاي غرفة التجارة حتى تحتاج يعني تحصل على ترخيص. وطبعا هناك شركات يعني تتفاوت فيما بينها من حيث حجم رأس المال. عندما يعني الدولة تطلب تقدم عروض مثلا او اي جهة، غرفة التجارة هي التي تؤيد ان هذه فعلا الشركة مسجلة ولديها رأس مال، وبالتالي تعطيها نوع من السيرتيفيكيت احنا نسميها يعني شهادة بقدرة تزكية قدرة هذه المنشأة وهذه الشركة على تقديم او التقديم لعطاء معين. هاي احد يعني الخدمات التي كانت تقدمها، وكذلك كانت تستهدف يعني كبار التجار كي يمثلون هذا القطاع المهم عندما تحت يعني في الندوات والمؤتمرات والمعارض الدوليه. غرفه التجاره هي التي تتواصل مع هؤلاء الذين يمثلون القطاع التجاري في هذه المدينة بشكل عام. فخدماته مهمة وأساسية، ويعني من الصعب أن تفتح لك مشروع كبير من دون أن يعني تتعامل مع هذه المؤسسة، لأنك ستخسر كثيرا إذا لم تكن على اتصال وتواصل مع غرفة التجارة في الموصل. طيب يعني كرجل اقتصاد مهتم بالاقتصاد تدريسي في كلية إدارة واقتصاد، ما أهمية غرفة تجارة الموصل للمدينة مثل الموصل؟ احنا حقيقة اليوم غياب او ضعف غرفة التجارة يعني يشكل احد العوائق الاساسية للنهوض من النشاط التجاري ومن النشاط الاقتصادي في المدينة، لانه انت من الصعب اليوم ان تتصل ب
آلاف التجار وآلاف المستثمرين. التواصل يتم من خلال غرفة التجارة. غرفة التجارة اليوم موجودة وهناك يعني الشركات تتواصل معها، لكن القطاع أيضا واسع حقيقة لا يتعامل ولا يتفاعل مع غرفة التجارة، وبالتالي ربما كثير من المساعدات التي تستهدف هذه الأنشطة التجارية لا تصل إلى مواقعها بسبب ضعف التفاعل بين غرفة التجارة وبين الأنشطة التجارية. من المهم ومن الضروري نشر الوعي بين التجار وبين يعني أصحاب المشاريع والشركات بالتفاعل مع غرفة التجارة ويعني والتواصل معها من أجل يعني تقديم الخدمات لهذا القطاع المهم في المدينة. يعني من أهم واجباتها تأسيس اقتصاد محلي قوي، تنمية المجتمع، طرح خطط أفضل للتجارة يعني داخل أي مدينة تكون. طبعا أكيد لغرفة التجارة يجب أن يكون لإدارة هذه الغرفة رؤية. طبعا غرفة التجارة أيضا تتكون من تجار وليس ناس خارج الوسط، هم ناس تجار لكن تجار بارزين، هم الذين يكونون فاعلين ونشطين في هذا القطاع. فغرفة التجارة ممكن أن ترسم رؤية واستراتيجية تجارية للمحافظة، وممكن أيضا هي مركز علاقات مع علاقات دولية وعلاقات محلية. من خلال هذه العلاقات تستطيع أن تستقطب رؤوس أموال وأن تستقطب مشاريع وأن توجه الاستثمارات في قطاعات معينة ربما تخدم شريحة واسعة من المجتمع. فغرفة التجارة فعلا ممكن أن ترسم خطة ورؤية استراتيجية لكيف سيكون القطاع التجاري وكيف سينمو ويتطور وما هي ميزة المدينة وميزة الأيدي العاملة في هذه المدينة، فتشجع الأنشطة بالاتجاه الذي يخدم المدينة ويخدم أفراد هذه المدينة. تشجع مهن معينة وحرف معينة وتجارة معينة، فدور أساسي ومحوري، وطبعا يتوقف على الناس القائمين والذين يديرون هذه المؤسسة ومدى تفاعلهم مع النشاط التجاري في هذه المدينة. استضافة هذا المبنى يعني بالتأكيد المدينة فقدت دور أساسي لغرفة تجارة الموصل، يعني بعد أن كانت تقدم خدمات كبيرة للتجار، علاقتها مع الحكومة، يعني علاقتها مع التجار، مع الأسواق التجارية، مع دول العالم، يعني دور أساسي كان لهذه الغرفة. طبعا غرفة التجارة فعلا يعني هي موجودة لا زالت، لكن انتقلت إلى مكان ربما أصغر من هذا المكان، وفعلا دورة أو ضعف دورة ولد فراغ. يعني أحد المجالات المهمة للمنظمات الإغاثية هو قضية خدمة السوق وتأمين يعني المستلزمات الأساسية للمواطنين. فغرفة التجارة يعني هي التي لديها المعلومات والبيانات عن الأنشطة التجارية، عن عدد المحلات، عن عدد المواد يعني التجارية، سواء سلع غذائية سواء احتياجات أساسية. فهذه المعلومات تكون موجودة لدى هذه الغرفة، ومن يجهزها ومن أين مصادر تصديرها، هذه المعلومات كان في السابق غرفة التجارة التي توفرها للجهات المتدخلة في الاقتصاد، سواء كانت جهات حكومية، دول صديقة، منظمات. لا تستطيع أن تحدد شكل التدخل وشكل الدعم إذا لم تستحصل المعلومات المطلوبة، والمصدر الرئيسي لهذه المعلومات هي غرفة التجارة، هي التي تعرف من أين يعني يتم توفير المستلزمات الأساسية للسد النقص الموجود في مادة غذائية معينة في جانب معين. فغياب وضعف دورة حقيقة عرقل الكثير من هذه النشاطات، وكان ربما يعني سبب في تأخير أو في ضعف يعني بعض الأنشطة لدعم هذه المدينة. المواطن يطالب أنه يعني يقول لماذا تأخر إعمار هذا المبنى، أو أن يكون مبنى يعني يليق بغرفة تجارة الموصل بتجارها الكرام بهذه الشخصيات التي ترسم سياسة اقتصادية في المدينة. يعني لماذا تأخر الإعمار في هذا المكان أو إيجاد مكان بديل يليق بهذه المسميات؟ يعني كان يفترض من المؤسسات التي يجب أن يتم إعمارها هي غرفة التجارة، لأن كان دورة مهم وأساسي وحيوي في هذه المرحلة في إعادة الحياة الاقتصادية والتجارية إلى المدينة. يعني المدينة بدون حركة تجارية من الصعب أهاليها أو النازحين أن يعودوا إليها. تنشيط الحركة التجارية هو الشرط الأساسي لعودة الحياة بجميع أشكالها. والموصل معروف أنه يعني مدينة تجارية طبعا، فكان يفترض من الأولويات هو إعادة وتفعيل دور غرفة التجارة، ولا زلنا اليوم احنا نؤكد على إعادة تفعيل دور غرفة التجارة، لأننا لا زلنا نعاني. أحد أسباب يعني عدم إعادة الإعمار هو غياب غرفة التجارة. كان يفترض هذه المنطقة أن يعاد إعمارها وأن يكون لغرفة التجارة
دور مهم في جذب المعونات والمساعدات والاستثمارات إلى هذه المدينة، خاصة المنطقة القديمة اللي هي منطقة تجارية حيوية، فكان بإمكان غرفة التجارة أن تمارس دور مهم في إعادة الإعمار. ربما أحد أسباب تأخر الإعمار هو ضعف غرفة التجارة اليوم. يعني طيب الدكتور، في حال إعادة إعمارها أو إيجاد مساحة لغرفة التجارة، بالتأكيد ستكون بمواصفات عالمية تليق بغرفة تجارة الموصل وما قدمته وما تقدمه من خدمات. من المهم جدا أن يكون فعلا مركز يليق برجال الأعمال. رجل الأعمال يحتاج إلى يعني مركز متطور ورفاه وراحة. رجل الأعمال هو الذي سيستقطب الاستثمارات. فيفترض أن تكون ليس مجرد غرفة تجارة، بل هو مركز رجال أعمال. رجال أعمال بمستوى دولي. يعني إحنا في الموصل، يعني إذا جاء رجل أعمال أو المستثمر أين يذهب؟ لا توجد عندنا مناطق لكي يعني أو مرافق خدمية أو فنادق. يعني تصلح لكي تستقبل رجال الأعمال. فغرفة التجارة يجب أن تكون بمستوى، حتى بها مركز اتصالات دولية. أكيد مركز اتصالات، مراكز مالية، ومناطق للراحة، مناطق سياحية، يعني منطقة استجمام بمواصفات عالمية، بحيث تستقطب المستثمرين وتستقطب رؤوس الأموال إلى هذه المدينة لكي تنهض بها من هذا الركام الذي لا زالت فيه. يعني على ذكر المستثمرين، أنت سبقتني عندي سؤال. بالتأكيد الغرفة دور كبير في يعني إنعاش العملية الاقتصادية من خلال جذب المستثمرين. كبار المستثمرين يعني يستثمرون في مجالات مهمة من أجل خدمة المدينة ومواطنها الكريم. غرفة التجارة هي حلقة الوصل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي. هناك اليوم يعني كثير من المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار. هناك ملايين، عشرات الملايين أو مئات الملايين من الدولارات مستعدة للدخول إلى الموصل، لكن لا تجد من يعني تثق فيه، لا تجد من يعني يطمئنها. غرفة التجارة بإمكانها أن تمارس هذا الدور، بإمكانها أن تعمل، تكون حلقة وصل بين من هو في الداخل، من يملك الأرض، من يملك الأيدي العاملة. طيب لو كنت مسؤولا، عذرا لمقاطعتك لضيق الوقت، لو كنت مسؤولا كيف ستتصرف في إعادة إعمار أو إعطاء مساحة لغرفة تجارة الموصل وأن تكون مركز يعني لرجال الأعمال، للتجار الكبار وكبار المستثمرين، ويعني من أجل أنه حتى تعود الموصل مدينة اقتصادية كبيرة ممكن أنه تدر بالأرباح إلى المواطن الكريم وإلى نينوى والعراق بصورة عامة؟ طبعا يعني قبل كل شيء هو تخصيص مساحة واسعة من الأرض لبناء يعني بناية يعني ضخمة تليق بالنشاط التجاري في هذه المدينة. يعني ما نشاهده في محافظات أخرى، في أربيل غرفة التجارة هي مبنى ضخم قد يضاهي مبنى يعني مباني حكومية، بل ربما أهم من المباني الحكومية. يعني المال هو السلطة، الاقتصاد هو السلطة، عصب الحياة. وبالتالي يجب الاهتمام بموضوع يعني استقطاب رجال أعمال والمستثمرين. فيجب أن يكون هناك مبنى كبير واسع يستقطب هؤلاء. يجب أن يعني تتفاعل غرفة التجارة مع الخبراء، مع الأكاديميين، مع من يقومون بدراسات الجدوى. أحد مشاكل الاستثمار هو غياب دراسات الجدوى. تحتاج إلى خبراء قانونيين، تحتاج إلى خبراء ماليين. هؤلاء الخبراء الذين يفهمون بالواقع الاقتصادي، بقوانين الاستثمار، بالنشاط المالي، وبالتالي يقدمون الاستشارات المطلوبة للمستثمرين الأجانب، ما يشجعهم على الاستثمار، وبالتالي إنعاش الحياة الاقتصادية والنهوض بهذه المدينة وبهذه المنطقة تحديدا من واقعها البئيس. دكتور، قبل أن أختم حواري معك، ويعني كان حوار جميل وأنت رجل اقتصاد مميز، ويعني سعدنا جدا بلقاء حضرتك. يعني عندنا مجموعة أسئلة سألناها للمواطنين، يعني عن من المسؤول عن تأخر الإعمار، يعني ماذا كانت تقدم هذه الدوائر الخدمية كمبنى المحافظة، مديرية توزيع كهرباء نينوى كمديرية عامة، غرفة تجارة الموصل، من هو المتضرر من هذه التأخير؟ بالتأكيد هذه الأسئلة سمعت حضرتك سألنا المواطنين وأجابوا عنها، يعني يا حبذا أنه تجيب عنها بعد أن أطلع فاصل وأرجع لك حتى أجيب عن هذه الأسئلة إذا سمحت. شاهد الكرام، فاصل قصير ثم نعود. بالنسبة لإعمار الموصل، المسؤول عنه أول شيء مجلس محافظة نينوى، هذا المسؤول عنه أول نقطة. هاي يعني إحنا عندنا 33 نائب عن محافظة نينوى،
لحد احنا ما نعرفهم اشنو هيهم، ولكن جو فرد يوم على المنطقه القديمه وقالوا يا احنا نريد نعمرها. يعني الناس هاي تهجولت كلهم قاعدين ايجار بذيك بالجانب الايسر، العاس ما عنده يعني. يعني كم مره ناشدنا المسؤولين المحافظ قائم مقام الموصل، يعني ماكو اي جدوى من الاعمار بالجانب الايمن. الى الجانب الايسر صح. احنا نطالب اول شيء المصرف هذا 112، هذا صار له 5 سنين مدمر، يعني ما حد جاء عمره. هذا 112 يعني بقلب الموصل. هذا واحد. اثنين عندك باب الطوب، هذا الفندق آشور اللي هو مركز المدينة، هم مهمل ما حد جاء عليهم. من المحافظة نفس الشيء، ليش قاعدين هناك بالجانب الأيسر؟ يعني هي المحافظة أصلاً كان أصلاً بالجانب الأيمن، يعني ليش الشكل الإهمال هذا مدينة الموصل أنا ما أعرف. والله أول يعني الناس الفقرة هاي ضررت، يعني مسؤول ما حد يسأل عليها، لا حد يدعى عليها، يعني مجلس محافظة ما يطالب بعمارة، الجسور لحدنا جسر بس عمروا لنا، باقي الجسور كلها مهدمة، يعني إهمال مدينة الموصل إلى حد يرثلوا يعني. والله العظيم والله أنا أول شيء يعني لو بيدي الأمر غير أول ما أبدأ بالمنطقة القديمة، لأن الناس كلهم فقرة وتعبانين، والناس يعني فقد مراهقهم. يعني أتمنى أن داغ الجسور أعمل مستشفيات، مستشفى هسه ما لوادم ما عندنا، جايبين لنا كربانات كلتها من هالدولة هاي وناخذ من هالدولة هاي الشيء. إيشنا بلد غني ما شاء الله، بلد خير وخيرات. يعني إحنا لمن نطالب لمن ناشد؟ والله أنا يعني عجزنا من هذا الحب. والله أصحاب المحلات نحن نطالب أصحاب المحلات رجوع لمحلاتهم، إعمار نحن نريد نعمر الأيمن، رجعوا نفس مكان أحسن. وعلى الحكومة دورة ترجع الدوائر، الدولة ترجع واللي الدوائر هي تعمل حركة ترجع تحيي الأيمن. صح شيء أكيد، شيء أكيد المواطن انظر لو يرجع هنا الدوائر الدولة ولا ترجع هنا الكل يشتغل. والله أنا أطالب الحكومة أول شيء رجع يرجعون الدوائر الحكومية، وحتى المواطن يصير له قاول يشتغل، يصير له يعني حياة. يعني لما يطلع يشوف هنا هاي واقع عمارة وهذا واقع وهذا واقع، ما له قاول يرجع يعيش هنا. الكل بس يتجه على الأيسر، والكل هنا يضوج من الأيمن طبعا. يعني أغلب المواطنين يقول له أيمن يضوج، بينما نحن إن شاء الله نريد نرجع الأيمن، حتى واحد يجر واحد وإن شاء الله يرجع الأيمن نفس مكان أحسن وأحسن من ليسا. والله أطالبه أنا يعني بالإعمار، أهم شيء الإعمار. نحن الإعمار له يعني دور مميز بالنسبة لنا، هو هذا اللي يرجع الحياة. هذا كلام لكم من جديد دكتور، تفضل. يعني سمعت بعض حقيقة يعني هو أكثر من جهة ربما هو المسؤول اليوم إعادة إعمار المدينة، ابتداء من السلطة المحلية ابتداء إلى دول الجوار التي تعهدت بتقديم معونات ومساعدات، إلى أهالي المدينة، إلى رجال عمل، إلى المستثمرين. الجميع يجب كل يقوم بدوره بما يستطيع، سواء من خلال تقديم الدعم المادي، من خلال يعني تقديم المشورة والنصح في كيفية إعادة إعمار هذه المدينة وفي إعادة المؤسسات كي تمارس دورها ويعني تخرج بالبلد من هذه المحنة ومن هذه الضائقة الاقتصادية التي ربما اليوم هي التحدي الأهم والأكبر أمام عودة مدينة الموصل وأمام إعمار هذه المدينة بعد أن استقرت أمنيا وسياسيا إن شاء الله. دكتور إبراهيم أديب الشلبي التدريسي في كلية إدارة الاقتصاد جامعة الموصل، شكرا جزيلا على طروحاتك العلمية والتي بالتأكيد سيستفيد منها كل من يستمع إلى يعني ما ذكرت في هذه الحلقة. آسفين أتعبناك، كنت جميلا في طرحك، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، ونلتقيك على هذه الاستضافة في حوارات أخرى وبرامج أخرى حتى تغني المشاهد الكريم بما تحمله من علم واقتصاد. شكرا جزيلا، بارك الله بك، نلتقيك على خير إن شاء الله، ودائما نينوى ترفل بالعز والخير والعراق أيضا. شكرا جزيلا، بارك الله بك، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، الله يحفظك. الله، شكرا جزيلا. شكرا كلام، حتى التقيكم في حلقه مقبله من برنامج لو كنت مسؤولا. تقبلوا تحياتي وتحيا زملائي في كاد العمل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.